السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة جيمر جات. إن شاء الله اليوم راح نلعب لعبة ليجو وورد، لعبة من ألعاب بلس لشهر أبريل. فالآن راح نختار اللي هو وضع المغامرة، في وضع الحماية، في وضع الخريطة. كل هذا غير مهم، احنا نلعب الآن وضع القصة حقتهم. خلونا عاد نشوف القصة حقتهم ونشوف كيف الوضع فيها. في لاج كذا في القصة حقتهم. ايوه، وليه اضغط على اي زر حتى تحكم الدخول باستمرار. ايوه اوكي، فضاء. لبس الشخصية الحين. اوكي كابوي، رجل كهف. فتاة فضائية. ما في الذي ما هو من حق. اوكي اوكي احنا قلنا القبعة ذي تم. يلا هذا البلد حق اللاعب حقنا. ايوه، ننزل هنا. خلينا ننزل هنا. أرض القراصنة. أوكي. ليجو وورد الأول. أمامك الكثير لاكتشافه، لكن صاروخك قد أصيب. القليل من قوالب الطوب الذهبية ستصلحه. أوكي. انظر نيزك. انظر نيزك. اوكي في سلاح طاح. خلينا نشوف احنا وين. في احنا هنا. واحدة قاعدة لحالها الظاهر. انا هنا كنا انا وياها كنا احنا شفنا شيئين ذولي. اوكي اضغط على اي زر حتى تتحكم بسكين الدخول. عليك حقا فحص موقع الاصطدام. اوكي فيها بعض اساليب لعبة الكراش يعني. وما هذا الشيء؟ اوكي احط له مكان. اوكي اداة الاكتشاف. أوكي. استخدم اداة الاكتشاف القوية لمسح وجمع طرازات جديدة ومركبات وكائنات والكثير غيرها، بينما يمكن جمع الأشياء والأشخاص بمجرد أن تنتهي من بحث أو مهمة أو تحد منها. بمجرد وصولهم إلى مجموعتك تستطيع استخدام الأداة لاستدعاء الأشياء إلى عوالمك. أوكي ضعهم حيث تريدهم تماما أو أطلقهم إلى السماء واتركهم بقوة عاصفة. تمكنك أداة الاكتشاف من صنع نسخة أو 10 نسخ أو 100 أو أكثر وأكثر. أوكي. لو وجدت أنك قمت باستدعاء كائن غريب الشكل أكثر من اللازم. تحتوي أداة الاكتشاف أيضا على وظيفة حذف سهلة. فهم أداة الاكتشاف هو الخطوة الأولى في رحلتك لتصبح رئيس بنائين. أوكي يمديني بالجهاز ده أنسخ أي شيء. حطينا واحد لمدي واسوي معها زي مهم معها. وفي هنا برضو والله فيها حركات حلوة. اللعبة ذي هذول موزعين في الماب، اقدر اروح لمهم وانسخ اشياء اللي عندهم. اوكي
اوكي والله فيها شيء مدينة. انا ابني احول المنطقة دي اللي انا فيها. طيب الحين شلون قلنا؟ مثلث صح كذا كذا. يقول كفى فتح. اوكي كذا انسخ الشيء ذا. اوكي تم فتح نمط الاكتشاف الجديد. اوكي العناصر سأخذ انسخ اشكال وانسخ الاشياء ذي كلها. الاشياء الكبيرة ذي ما ينفع. ليش؟ يمدينا الحين نشيل هذي. يمدينا احذفها. نسخ لا. يمدينا نشيلهم. اوكي احركهم. اوكي هذي تبغى قطع ذهبية. يا دوك اقابلهم واخذ من القطع ذي. طيب الحين نكلمها. يقول يريد الكابتن الحصول على بوج ساعة القراصنة، لكني لا استطيع فتح الصندوق لأحصل على الخطوات. اوكي وش يبغى مني؟ يبغى مني اشيل دوري يعني؟ يبغى سلاحي ويبغى بوج ساعة كذا. اوكي نسحب عليه الحين ونشوف. شوف خلينا نشوف بعض المتطلبات وش يبون هم. خنازير دجاج تبي هنا في المزرعة حقتها، تبي خنازير دجاج في برضه هذا خنزير. خلينا نشوف الفكرة كيف. ان هي هالفكرة الحين اني سي انسخ كذا، سي انسخ الدجاجة هذه. تم فتح نمط الاكتشاف الجديد. اوكي المخلوقات. طيب الحين نيجي عندها جوا كذا، هي تبغى هنا نحط من الشيء ذا كثير. طيب نيجي هنا. اوكي له متطلب. اوكي ما عندي انا كثير منه. اوكي انا شلته. اوكي شكرا. اوكي الحين تبغى هي الخنازير. الخنازير يبغى 2500. خل اجمع انا النقاط وبجيكم. صار الموضوع اني لازم اذا تعلمت شيء لازم اجمع النقاط كذا. اول شيء ان قتل حيوانات ولا اي شيء اكسره، بعدين اجي اقدر اشتريه واقدر احط لها من جديد هنا. الحين انا اعطيت الطلبه هي تبيه واخذت القطعه اللي احتاجها، فاحتاج ان اسوي كل المهاره هذه على كل الاشخاص اللي حولي يعني، او على كل الشخصيات اللي حولي. بناء متفوق، لكنك بحاجه بعد الى قالبي طوب ذهبيين لاصلاح الصاروخ. طيب الحين نسخت الحومه هذه. اوكي تم فتح نمط الاكتشاف الجديد، لقد اكتشفت شخصيتك الاولى. خلينا نشوف هنا. يمكنك فتح الشخصيات عندما تبحث عنها،
وبمجرد فتحها وشرائها يمكنك وضعها في العالم. شفت شلون؟ يعني احنا اي شيء اقدر الحين اخذه كذا، فيصير اقدر اني اقدر انسخه واحطه عندي. فبالطريقه دي بحتاج اني اسوي اشياء كثير، فخلينا نخلص المهام الباقيه ونجي. هذا كلمته يبغى كذا مكان حق القاص يعني يجلس فيه، فانا جبت الشيء اللي بيه وعطاني هنا القطعه الثانيه، فالحين ابغى اجيب القطعه الثالثه على الخير. اثنان من ثلاثه، واحد اضافي يرفعك لعالم اخر. اوكي دوكي يلا. صار الحين الشاب الجميل هذا اللي هنا، هذا الساعه اللي هو يبيها. زين كيف نجيبها له؟ تجي هنا تكسر الاشياء هذه، يعني تطقس زي كذا تكسرها، بعدين تجي عند الصندوق ذا وتحط عليه دائره، راح يفتحه راح يحصل جواه الشيء ذا اللي انت تحتاجه. فالحين احنا راح نجيب له الشيء اللي هو يبيه، اللي هو برج الساعه هذا، ونبنيه له. وليه ببني لك سخه بس؟ وليه وليه هذا قطع الأخير. يلا ثلاثة قوالب طوب ذهبية، هذا هو ما يحتاجه صاروخك. تهانينا. والله حركات اللعبة. الحين البناء النسخة الثانية، فالحين نحن مصور حقنا أتوقع يمديني أطلع برا بغى المدينة ذي اللي فيها حاليا، اتوقع انها ظني. اوكي صارت جاهزة اني اطلع، الظهر اروح الجزيرة اللي بعدها الظاهر. متحمسة. في هذا العالم عد الى الصاروخ عندما تكون مستعدا لاستكشاف باقي المجرة. أوضح لك خريطة المجرة، العوالم التي قمت بزيارتها، والعالم الذي أنت به حالياً، وكذلك باقي العوالم التي أنت بصدد اكتشافها. قم بجمع عدد أكبر من القوالب الذهبية لتتمكن من التنقل بين عدد من العوالم الأكبر مع المزيد من المناطق وعدد من الاكتشافات الجديدة. يعني أحتاج أن شوية أروح ماب ثاني وأمسح كل شيء فيه وأحل فيه جميع الألغاز اللي فيه، واخذ القطع الذهبيه وبعدها اروح للمكتب بعدها بحيث اني اتعلم اشياء كثير، وكل ما اروح للمكان اللي بعده زي كذا. ايوه والله اللعبه حلوه صراحه، ما توقعت انها تكون، يعني توقعت انها تكون سيئه بس صارت مره كويسه صراحه. ايوه خطر ما قبل التاريخ. My mistake. It's one of those meteorites again. Cool. طيب الحين انتم بتتسالون ليش انا حولت من اللغه العربيه للغه الانجليزيه صح؟ طيب الاشكاليه وما هي ان اللعبه باللغه العربيه ما تسمح لك انك تمشي في الجزيره الثانيه. زين كمان تحط على الجزيره الثانيه كل ما اللعبه ما تعلق تسمع كل لعبه كل شوي. إذا حولتها إذا اخترت اللغة اللي هي اللغة الإنجليزية ما راح تعلق عليك أبد، تمام؟ فتقدر تلعبها وأمور كويسة، لكن لو قلت والله لا أبغى أكمل باللغة العربية ما راح تقدر تكمل أبد نهائيا، فبتضطر أن غصبا عليك أنك راح تكمل يعني بالوضع نفسه، تمام؟ ف ما كنت تكمل باللغة الإنجليزية عشان تقدر تكمل في اللعبة، غير كذا الله يعينك يعني. في الطير ده. You should check out that meteorite crash site. There's bound to be something useful there. في شيء هنا خلينا نشوفه. ايوه. وما هذا الشيء نشوف وش هو. You've unearthed the landscape tool. Use it to reshape the world around you. Okay. Raise a mountain
create a canyon, or flatten an entire village to build another one. اوكي يمديني امسح جزيرة واعدل ملامحها من جديد وكل شيء. اوكي والله حلو الحركة ذي. هذول اللي عندهم المهام. تمام الحين حطوا لي الاماكن اللي يحتاجون مساعده، فبروح لمهم واحاول اني اساعدهم. طيب هذه كل اللعبه ببساطه. اتمنى اللعبه عجبتكم، يعطيكم العافيه مشاهده. اللي ما اشترك يشترك فخاصة به، وشوفوا ان شاء الله باذن الله في قاعده جديده او لعبه جديده. سلام.